السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشروع قصر يابي، المشروع عبارة عن 27 وحدة سكنية. ال 27 وحدة سكنية فيها خدمات جدا رائعة، منها مسبح مغلق بالإضافة إلى صالة الفتنس، وعندنا ألعاب الأطفال والجلسات العائلية والمسطحات الخضراء، بالإضافة إلى المجرى النهري اللي يفصل المجمع من النص. موقع المشروع في منطقة بليتلي، منطقة بليتلي معروفة أنها مقابل المطار. الخدمات المتوفرة فيها المواصلات، السوبر ماركتات، الكافيهات، بالإضافة إلى المطاعم وقربها من المطار أيضا. نستعرض لكم اليوم شقة غرفتين وصالة بمساحة 140 متر مربع. تعالوا مع بعض نشوف على أرض الواقع تفاصيل الشقة. وصلنا الدور الثالث، شقة غرفتين وصالة بمساحة 140 متر مربع. باب الشقة من هنا، عندنا الانترفون زي ما انتم شايفين، انترفون التابع للشقة. المنطقة هذه نقدر نحط فيها دولاب خاص بالأحذية والعبايات. الأرضيات تبع الموزع كلها سيراميك درجة أولى وجيدة. أمامنا على طول المطبخ، نتوجه إلى المطبخ. زي ما انتم شايفين المطبخ ما شاء الله تبارك الله، الكواليتي تبعها ممتاز. الأرفف نظام هيدروليك، بالإضافة إلى الأدراج، نوعية الشفط اللي فيها درجة أولى. مساحة المطبخ جيدة، نقدر نحط هنا الطاولة خاصة بالسفرة. مقابلنا على طول عندنا بلكونة تابعة للشقة. البلكونة هذه يا جماعة الخير مشتركة بين الصالة والمطبخ، وإطلالتها زي ما انتم شايفين إطلالة على البحر وعلى الطبيعة. نتوجه إلى الصالة من البلكونة هذه. زي ما انتم شايفين مساحة الصالة كبيرة وجيدة، نقدر نقول 35 متر مربع، وأرضيات الغرف والصالة باركيه درجة أولى وألوانها متناسقة جدا مع الشقة. ميزة الشقة أنها مساحتها 140 متر مربع لغرفتين وصالة. والميزة الإضافية كمان أن الشقة هذه والمجمع في منطقة بليتلي واصل فيها الغاز الطبيعي لكل الشقق. واجهة الصالة كمان إطلالتها على الطبيعة وإطلالة جزئية على البحر أيضا. نكمل مع بعض تفاصيل باقي الشقة. نتوجه إلى الغرفة الأولى. عندنا الغرفة هذه غرفة فردية، نقدر نحط فيها سريرين فردية مع ملحقاتها من دولاب وباقي ملحقات الغرفة، ولها بلكونة جانبية حلوة وصغيرة. نطلع نشوف الإطلالة. نكمل باقي تفاصيل الشقة. نجي هنا إلى دورة المياه الرئيسية التابعة للشقة، دورة مياه متكاملة. نطلع أخيرا إلى غرفة النوم الرئيسية. زي ما انتم شايفين مساحة غرفة النوم لغرفتين وصالة مساحة كبيرة وحلوة. منطقة خاصة بالسرير بالإضافة إلى الإطلالة الجميلة الحلوة هذه. وتكملتها عندنا هنا منطقة الدريسنج روم. منطقة الدريسنج روم نقدر نحط هنا دواليب خاصة، أرفف، الشيء اللي نرغبه. إضافة إلى ذلك عندنا من الدريسنج روم دورة المياه الخاصة بغرفة الماستر، المروش والكلوزيت والمغسلة، ومنها أيضا مخرج خاص بالطوارئ من هنا نقدر نقفلها إذا ما نحتاجها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.